بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد. وعكة صحية لتركي آل الشيخ وموقف فايلر من مواجهة ريال مدريد وصفقة الزمالك المستحيلة. أهلا بكم مشاهدينا، ياريت في البداية وقبل ما نروح للتفاصيل تشترك عزيزي المشاهد في قناتنا وتفعل رمز الجرس من الزر الأحمر أسفل الفيديو علشان توصلك منا تغطية خاصة لكل أخبارنا. علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية على التزاحم على حجز تذاكر الفعاليات لموسم الرياض، وغرد تركي آل الشيخ من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: الطلبات على جوالي للتذاكر والفعاليات أكثر من الحجز المركزي للخطوط، يا ناس مين اللي يحجز ليكون شعب تاني؟ عموما في شخص كلمني انصحني، وآخر المكالمة طلب 7 تذاكر لحفلة سهم ودعوة لحفلة البدر، كويس إني محافظ على الإسبرين، حسيت بألم في الصدر ورجعت تاني. ويعد موسم الرياض الذي يبدأ في 11 من الشهر الجاري هو الموسم الأكبر في المملكة، حيث يقدم للزوار من داخل المملكة وخارجها فعاليات في 12 منطقة في مختلف مدن العاصمة الرياض، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل. أما بخصوص النادي الأهلي، فيترقب النادي الأهلي موقف فايلر من مواجهتي ريال مدريد وإنتر ميلان وديا. انتهت إدارة العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي من وضع التصور المبدئي لعدد من المباريات الودية للفريق الأول مع فرق عالمية على أن يتم عرضها على لجنة التخطيط برئاسة محمود الخطيب بعد عودته من رحلته العلاجية في فرنسا، كما سيتم عرض الملف بالكامل على الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري ريني فايلر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لتحديد موقفهم منها والمواعيد المقترحة لتلك المواجهات بما يتناسب مع أجندة أبناء الرداء الأحمر. وترى إدارة العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي أن النادي في تلك المرحلة يحتاج إلى إعادته نحو تلك النوعية من المباريات في ظل غيابه عن مونديال العالم للأندية منذ نسخة 2013 والتي كان محمد يوسف مديرا فنيا فيها. ويبذل خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة والمشرف على ملف العلاقات الخارجية جهودا كبيرة في هذا الشأن، خاصة مع توصله لاتفاق مبدئي مع إدارتي ريال مدريد وإنتر ميلان لخوض مباراة ودية معهم. ومن المقرر أن يتم حسم تلك الملفات في اجتماع مجلس الإدارة المقرر له عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية والمقرر لها 22 و23 نوفمبر الجاري. أما بالنسبة لصفقة الزمالك المستحيلة، فقد أصبح انتقال محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة صعبا للغاية، وذلك لعدة أسباب. ويأتي على رأس هذه الأسباب هو المطالب المالية الفائقة التي طلبها نادي وادي دجلة من أجل الاستغناء عن اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل، ورصد وادي دجلة مبلغ 50 مليون جنيه من أجل رحيل عبد العاطي. وكان دجلة قد تلقى عرضا من قبل نادي الزمالك للحصول على خدمات محمد عبد العاطي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي وحاجته إلى الابتعاد عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر. كما أكد تاكيس جونيس المدير الفني لوادي دجلة أن رحيل عبد العاطي في هذا التوقيت يعد أمرا مستحيلا في ظل الاعتماد على اللاعب بشكل مستمر في التشكيل الأساسي للفريق الدجلاوي، مطالبا بتأجيل ملف رحيل محمد عبد العاطي حتى نهاية الموسم الحالي. ويعد محمد عبد العاطي واحدا من أهم لاعبي وسط الملعب في الدوري المصري في ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التي يمتلكها وقدرته على صناعة الفارق مع فريقه. في النهاية بشكركم مشاهدينا ومتابعينا، ولا تنسوا دعمنا بعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.